كابتن سعيدين، سعيدين جدا بك، واكيد يعني المنتخب الوطني هاي قويه، هاي 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 نطلعها لو ما نطلعها. كابتن يعني اكيد المنتخب الوطني الهاجس الاكبر للجماهير العراقيه بصوره عامه، شاهدت القائمه الاخيره للسيد ادفوكات، كانت عليها ملاحظات كبيره كاشخاص فنيين صاحبين الاختصاص، لكم ملاحظات ايضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك اخ ماهر. طبعا القائمة أنا مع نفسي أقول الله يكون بعون هاي المجموعة اللي راح تلعب في بطولة احنا شاركنا قبل كأس العرب، أحرزناها مرة مرتين بال 85 كنت قائد بالمنتخب بها، ما كانت الفرق بذيك الأهمية، 8 فرق أو 10 فرق، هسه كل الأفريقية مشتركة وفرق الخليج وفرق بلاد الشام، فأعتقد صعبة المهمة على المجموعة اللي موجودة حاليا. أول شيء أكثر من لاعبين المنتخب الوطني الأول ما موجودين، إضافة لاعبين جدد، فكرة القدم هي توظيف واستقرار، مدرب شو وقت يوظف وشو وقت يستقر، وهذا دفعنا الثمن حتى بتصفيات كأس العالم. أنا لا تقول لي غرب آسيا بطولة الخليج، أنا ضايش ترى كابتن ماهر، كاتل نفسها شو وقت تصير بطولة الخليج، شو وقت تصير غرب آسيا عندنا، مكيفين صارت الشباب هنا، كأس العالم حلم لازم الكل تتظافر عليه، فغصة بقلبنا بصراحة. ومجموعتنا سهلة، مجموعتنا سهلة، هاي اللي مأذيتنا، يعني كوريا كان مقدورنا نحرجهم، إيران كان مقدورنا نحرجهم، لكن الطامة الكبرى لبنان وسوريا والإمارات، واللي عجبني الفريق يقول لك إيش قد أكو تراجع واضح لمنتخبنا الوطني، لأن صار التقييم من الشارع، صار التقييم من الفيس، يعني هذا ماهر لازم يلعب منتخب، شاكر لازم يدرب فلان فريق، فهنا ما عندنا يعني فد استراتيجية أو فد عمل، خلنا نتعلم من العالم شلون تشتغل وشلون تخطط. ايضا المحللين يعني سمع احترام لكل المحللين يظهرون عبر شاشات التلفاز، يعني اليوم انا اقول ادفوكات يعني طامه كبرى تغيير كتنش في هذا الوقت، وكتنش كان ممكن تغييره دمر المنتخب الوطني، هو الى وقت قريب كان يطالب باقاله كتنش. هذا التناقض شنو؟ ازدواجيه هاي عندنا، احنا تشجيعنا اكثر عاطفي بالعواطف، وكتنش اكثر الناس ما رادته بالفتره الاخيره، لان احنا لما الهدف اللي مال هونغ كونغ مال من سجل عليه كنا صعبه، فادفوكات انا بالنسبه لي ما اقدر يعني من اشوف السيفي ماله سيف عالمي، لكن الخلل وين؟ اعتب علي اللي بس بقيمه العقد انه لازم يدرب، اعطيني دوله خليجيه دوله عربيه استقطبت مدرب اجنبي ودرب بالمراسله، صح هنا زميلي واخويا رحيم حميد موجود والمساعد الاخ موجود وياه، بس عين المدرب ثاقبه هو التواجد، اكو لاعبين هسه بالدوري يعني ما اخذوا فرصتهم لازم يتواجدون، يعني مثل شبه وسط مال الشرطه الشامبربيل نوزاد ما اعرف شو بسام شاكر، اكو لاعبين بارزين هذا لو موجود انا ممكن اتوقع ياخذهم يسحبهم، فكابتن احنا يبقى هالتخبط صار من 86 لحد الان، سنعمل وسنجتهد وشنو القبض ما فات، والكل اللي حكوا كلامهم صحيح ومنطقي، احنا ما عندنا خطوه اولى بالتقدم ونشتغل، ما عندنا كابتن ظالين بالتسقيط وبالتجريح وبالهذا. كابتن اريد اسالك سؤال، ايش قد ما شايف لاعب سوبر بالدوري العراقي؟ والله بس كورونا ومسوبوش ماك لاعب سوبر للاسف. هذا الموضوع انا من اطرحه دائما اطرحه وما يكون له راي به، حتى الرجل الفني هو صاحب القرار بهذا الموضوع، يعني حتى مساله الثقوب الماليه للاعبين قياسا بالمستوى اللي يقدمونه ترى هو واسع وكبير. انا اجيب لك من نص يعني نص جواب سؤالك. نعم. انه هاي المبالغ هي ما اثرت بتدني مستوى اللاعب، لان من صار عنده اشباع، هسه احنا بيناتنا بالجلسات اصدقائنا نقول شوفوا ميسي وكريستيان شوفوا ايش قد يمكن يملكون مليارات، لكن شوف كل مباراه يقدم اكثر، احنا لاعبنا ما معد ولا مثقف من الفئات العمريه ان الماده يعني زايله ورايحه، ذاك ناظم الله يرحمه احمد راضي اخذوا وراحت اموالهم بس بقت ذكراهم على مستواهم، انتم يا لاعبين هسه انفتاح عالي لكم وعقود خياليه، لكن هالمبالغ اشوفها كلش كبيره. هاي الفلوس اللي توصلهم ممكن ايش قد ما هي هواي ما يعرف وين يصرفون. اي هسه مثلا النقطه الثالثه قلت لها عليها قبل ما نحكي بها، انه لو الانديه نقول يسوون سقف واحد ما حد، انا راح اصير هم نقول من جوا اللي جوا، اتمنى تكون وتحياتي الفلاح حسن من قال ماكو لاعب سوبر، احنا اول مره زعلنا قلنا لا عندنا لاعبين، لكن صدق الظاهر عندنا لاعبين بس ما عندنا لاعب موهوب، ما عندنا لاعب سوبر، الموهوب والسوبر لازم يتواجد بالمنتخب،
لان المنتخب الوطني يعني انت لو رئيس نادي سقف المال مالتك للاعب ايش قد يكون؟ والله اعطيه والله اذا لاعب اعطيه 75 80 حسب امكانيتي، لكن المسؤول الاول والاخير الوزاره الداعمه لهاي هاي اللي بها غايه. الانديه اللي قاعد تعطي مطلوبه ما نعتب عليهم، نعتب على المسؤول اللي يعطيهم الفلوس. تعال وانطيتك 3 مليارات مليارين وين دي توديها؟ ليش مطلوبه؟ والدليل هسه احنا وجهنا صغير امام الاتحاد الاسيوي 250 دعوه ترى مخجله وانا هم ضحيه بيها.